يكتبون وعندما يؤلفون، عندما يتكلمون عن كلام نظري تجد كلام منضبط على القواعد، لأنهم يعرفون أن كلامهم ميزان وأن الناس تقتدي به وأنه حكم شرعي، لكن عندما يطبقون في أنفسهم العمل تجدهم يخالفون ذلك. وذلك العام ما يقولوا كلام موزون، كلام شرعي، يقول لك العلم خذ قواله وما تخش افعاله العالم، لأن عندما تسأله سوف يتكلم بكلام المسؤول عنه، يتكلم عن حكم شرعي، يعرف أن هذا هو حكم شرعي وفتوى، وأن المخالفة فيه تدخله النار. لكن عندما هذا الشيء اللي أنت سألته عنه وربما قال لك هو حرام، ربما لو أنت بحثت عنه تجده يعني يفعله، وذلك لا يحتج على الناس بفعل أحد من البشر إلا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أفعال أصحابي، حتى أفعال الخلفاء الراشدين الذين زكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحتج بفعل أحد منهم على الناس. وذلك يقع الناس كثيرا في الخطأ عندما يريدون أن يقروا شيئا ويكون واضحا أحيانا أنه من المنكر، يريدون أن يقروه بدعوى أن هذا الأمر كان في الزمن الفلاني، وكان الشيوخ وكان المفتون وكان العلماء، ولو كان هذا منكرا لا أنكروه. هذا كلام فارغ، كلام لا أساس من الصحة ولا يثبت أبدا، لأن السكوت، سكوت العالم لا يعطي مشروعية للأمر، لأنه ليس معصوما. قد يسكت لأي عذر ما العذر، قد يسكت خائفا، قد يسكت جاهلا، قد يسكت يعني مجاملا، فسكوته لا يقدم ولا يؤخر، بل الرجوع دائما إلى الحكم الشرعي، إلى كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الأئمة الموثوقين في فتاويهم. لكن من ناحية العمل ما في أحد عمله يكون حجة على الناس. وهذا في الحديث الموضوع تجده كثيرا، كثير من الناس يحددون بالموضوعات، لكن في كتبهم تجد كثير من الموضوعات.